الإيمان في حياة إبراهيم ده فقد الأمل وفقد الرجاء. في رسالة روميا يقول على خلاف الرجاء. أيوة. آمن بالرجاء. يعني على خلاف الرجاء، لما كان عنده أمل أن سارة تنجب أولاد، لما كان في احتمالية وإمكانية كان يتوقع ده، لكن ده هو بيقول له أنا كبرت في الأيام، وصار خلاص رحمها مات. لكن بالإيمان أخذت سارة قدرة على إنشاء نسل. بالإيمان تيقن إبراهيم أن الذي وعد أن الله قادر، فأخذ إيمان. الإيمان يدعو الأشياء الغير موجودة كأنها موجودة. خليني أقول لك، ممكن تكون مريض، ممكن تكون تعبان، ممكن يكون عندك احتياج مش موجود. الإيمان ينادي على الأشياء الغير موجودة تبقى موجودة. النهاردة عايز أقول لك نادي بالإيمان. لو عندك مرض نادي على الشفاء. ما أقدرش أقول لك قول أنا مش مريض، يبقى أنا بوهمك، أنا بخدعك، يبقى ده عدم إقرار بالواقع. لكن لما أنا أكون مريض وبعلن الشفاء، أنا بدعي بالإيمان الشفاء يأتي على جسدي. عندي احتياج ومش عارف أسده كيف إزاي، بالإيمان ترى قدرة الله تعمل فيك ويديلك مصادر تقدر تملأ الاحتياج. هذا هو الإيمان. يبقى الإيمان ده بيعمل مواجهة كل تحديات الحياة، بقدر أدخل فيها، وده الإيمان العملي اللي الرب بيعطيه للمؤمنين.